صباح النور، مرحبا بكم. نبداو نحكيو على منتخبنا الوطني التونسي والاتحاد الدولي لكرة القدم. أعلن بصفة رسمية عن مواعيد مقابلة البراج اللي تأهل المونديال قطر 2022. منتخبنا الوطني التونسي كما نعرفو باش يلعب ضد مالي مرتين في 3 أيام. المرة هذه نعطيو الاخر هو مرتين في 3 أيام حسب المواعيد الرسمية. ماتش لالي باش يكون نهار 24 مارس في باماكو، وماتش الروتور باش يكون نهار 27 مارس في ملعب رادس. دونك بيناتهم 3 أيام كما قلنا، لالي مع مالي في باماكو نهار 24 مارس، والروتور إن شاء الله باش يكون في ملعب رادس بعد 3 أيام بالتحديد نهار 27 مارس. دونك اليوم مازالونا بالضبط 36 يوم تحضيرات على أول مقابلة في المواجهة الفاصلة مع مالي من أجل المونديال السادس في تاريخ الكرة، كرة القدم التونسية. نحكيو على فرقنا التونسية اللي زادت تشارك اليوم في الويكاند هذايا في المسابقات الإفريقية. نبداو بالنجم الرياضي الساحلي اللي سافر اليوم لبوتسوانا عبر الدوحة بعدها جنوب إفريقيا. الوصول لبوتسوانا منتظر غدوة العشية إن شاء الله. الماتش مع جالكسي في إطار الجولة الثانية من مجموعات الشامبيونز ليج باش يكون نهار السبت بداية من 5 متاع العشية. ديما في نفس الإطار وفي نفس الجولة في تشامبيونز ليج، الجولة الثانية ترجي يرجع اليوم للتمارين والتحضيرات. الماتش بالوزداد نحكيو على مقابلة تلعب زاد نهار السبت بداية من 8 متاع الليل، يعني بعد مقابلة الإتوال تبدأ مقابلة الترجي مع شباب بالوزداد في ألجي. الرحلة نحو ألجي باش تكون نهار الخميس بعد حصة التمارين وباش تكون في طائرة خاصة. الاساسيس في كأس الكاف يلعب الجولة الثانية ضد أهلي طرابلس الليبي نهار الأحد بداية من 8 متاع الليل في بنغازي. أهلي طرابلس نذكر يدربوا التونسي فتحي جبال، وحملة رجعت الروح. خلينا نحكيوا على الحملة هدية اللي ماشية كيما ينزم في انتظار الأرقام الرسمية من إدارة الاساسيس، وجماهير الاساسيس مطالبة زادة باش تواصل الإقبال من أجل مدخيل أكبر يستحقها برشا نادي رادس الصفاقسي في فترة كيما هذه. المدافع السابق المنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم سيام بن يوسف تعاقد البارح بصفة رسمية مع نادي بيروي من بلغاريا. اللاعب السابق لنجم الرياضي الساحلي والأولمبي البيجي فراس عيفية هداف البارح مع فريقه الشرقية للدخان اللي تعادل مع الاتحاد السكندري 1-1 في البطولة المصرية. عيفية كان مركة الهدف متاع فريقه في الدقيقة 52، وهذا الهدف الثاني ليه في البطولة. الشامبيونز ليج في اوروبا دور الثمن النهائي، اليوم نحكيو على مقابلات الدور الثمن النهائي الدفعه الاولى. مقابلات ذهاب بيان سور، زوز ماتشات مبرمجه مع 9 زوز مقابلات ذوما. سبورتينغ بورتغال مع مانشستر سيتي كما قلنا الا 9، ولافيش الكبيره باش تكون والرونديفو الكبير بالنسبه لعشاق كره القدم باش يكون بين بي اس جي وريال مدريد. بي اس جي ريال مدريد في البارك دي برانس بدايه من 9 متاع الليل. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net.